هذا اللقاء هو في إطار انفتاح الجامعة على النسيج المحلي سواء الصحفي أو الجمعوي لمنطقة سرحالنا. الهدف هو أنه نعرف أكثر بالجامعة، نجعلوها كذلك مرآة يعني التطور العلمي والبحث العلمي والتكوين للمغرب. واليوم ان شاء الله بفضل هذا اللقاء وبفضل يعني اللقاءات اللي نتمنوا انه غادي يتبعوا، فغادي يكون يعني مواكبه من طرف الصحافه المحليه وادماج الصحافه المحليه في التفكير في بعض المواضيع اللي كتهم تطوير ديال اقليم مرحمنا بشكل خاص، كمساهمه من الجامعه باش تكون رافعه للتنميه المحليه في اطار الاستراتيجيه اللي وضعتها واللي كانت توجد توقيع اتفاقيه شراكه ما بين الجامعه واقليم مرحمنا، وكذلك مع مجموعه من الفاعلين في المجتمع المدني. والصحافه المحليه اليوم هي عندها دور كبير في لتطوير هذه الصوره هذه ولجعل الجامعه يعني مساهم رئيسي في التنميه المحليه.